تيك. خلاص كده واضحة. وفي هنا الفولور مرتبط ب اللي هو الرود ده، العمود ده، او عشان يوصل طبعا للحركه لفوق، لان ده يعتبر ايه لور كام، ده يعتبر لور كام، يعني الكامه موجوده جنب الكرانك وبتسلم الحركه لفوق للفولف، مش توصل للفولف عن طريق رود وروكر ارم زي ما بيسموها في السوق اللي هي العصافير. اهو ده روكر ارم اهو، يبقى بيفوتد في النص، وده لما بيزق الكامة ويطلع الرود ده لفوق، الجنب ده بيطلع، التاني ده يروح ايه نازل على ناحية تانية. فلما ينزل يبدأ يضغط على الفالف والسوستة بتاعته ضد السوستة بتاعته، ويبدأ يفتح الفالف فيدخل مثلا الهواء عندنا. اوكي طيب الفكرة كلها احنا عندنا هنا في الديزاين مش هيبقى فارق بقى معانا بقى خلاص الجزء ده هنعمله سبريس بودي كرانك شوفت سبريس بودي، عرفت خلاص الحركة جاية منين. لكن هو المهم بالنسبة لنا ايه؟ المهم بالنسبة لي التصميم اللي انا بعمله، سواء ان انا مثلا لو بصمم الشوفت بتاعة الكام او الكامة نفسها الاستريسز اللي عليها ايه. ففي الحالة دي انا هبقى بالنسبة لي الثلاثة دولت مع بعض جزء واحد، الترس بالعمود بالكامات هما جزء واحد مرتبطين ببعض، وبيبقى عليهم فورس جايه من الفولور، فانا يهمني الفولور لان هو ده اللي هيبقى ضغط على الكامه. اوكي طيب، والضغط ده جاي من ايه؟ جاي من السبرينج الانضغاط بتاع السيستم. طبعا السيستم كل ما بضغطها كل ما الفورس بتاعتها بتزيد، فانا محتاج عند البوزيشن اللي يبقى فيه اعلى فورس موجودة اللي هو البوزيشن بتاع الفتح الكامل واكبر انضغاط للسيستم. بس هو ده اللي هحسب الفورس دي عن طريق الفالف هايت او الفالف ديبس اللي الارتفاع اللي بينزله الفالف عشان يفتح في وضع الاوبننج فولي اوبند، واشوف بقى الهايت ده قد ايه. يبقى ده كده الديسبيسمنت او الديستنس بتاعت الدلتا اكس اللي انضغطتها اللي ايه السبرينج، مع معرفتي طبعا بابعاد السبرينج وال الستيفنس بتاعتها اقدر اطلع الفورس اللي موجوده الكمبريشن اللي عليها. الفورس دي هتتنقل عن طريق الروكر ارم ده وده. ممكن ان انا مثلا اسيب الروكر ارم واسيب العمود واسيب كل الكلام ده كله واحط على طول الفورس هنا، او ان انا اشوف ان الروكر ارم ده في الاخر هينقل الفورس دي، هل هيضاعفها ولا لا، هل الاطوال واحده ولا لا، وطبعا زاويه الفورس مختلفه فبتتحلل وهكذا. ففي الاول وفي الاخر انا هوصل لايه؟ لفورس معينه موجوده عند الفولور وبتاثر على الكام، ويبقى شغلي كله منحصر على الجزء ده من اول هنا لحد ايه، لحد الشافت نفسها خلاص او الترس. فده او ده في الاول وفي الاخر مش في اي مشكله خالص. ممكن انا اروح واخد الفورس على طول للانضغاط اللي بتاثر عندي ان هو في اتجاه الايه الفول، ودي القوه المؤثره اللي عندي. ف على حسب المعلومات الموجوده عندك، انا عن نفسي مثلا هبقى شايف ان انا ممكن كل الكلام ده اعمله برضه سبريس، بحيث ان انا يبقى عندي الفول بس هو الجزء اللي بيأثر عندي. هكتفي قوي بالشغل ده كده، بس هعمل بقى ايه، هحاول اعمل يونت او اوحد كولين امر يونت، هجمع ده مع ده مع ده بحيث ان هم يبقوا حاجه واحده، عشان مخشش في تفاصيل كتيره خاصه بال مين بيستايد على مين ومين بيحتك بمين وكونكشن ما بين الفيس ده وما بين الفيس ده كأجزاء منفصلة عن بعضها متلامسة. لا أنا مش عايز كده، أنا لأن أنا عارف إن هما بوندد، فأنا مش عايز أكتر على نفسي كونكشنز في التعريف. لا خليهم مرتبطين ببعض يبقوا بالشكل ده. تثبيت هيبقى ممكن أثبت السنتين اللي تحت على أساس إن هما دولت اللي متصلين بيه
الباور سورس او الترس التحتاني، فيبقى عندي السنتين اللي تحت في المتلامسين مع الترس اللي تحت بتاع الكرانك شوفت، هم دول اماكن التثبيت خلاص. وهنخلي بقى العمود ده ممكن ان هو يبقى ممكن ان هو يلف في نفس الوقت، الفولور ده جاياله من الميكانيزم اللي فوق ده فورس بتاعت الايه السوستة. تمام. طيب اوكي، نفس الفكرة برضو. ممكن ده مع ده اوحدهم مع بعض يونت عشان ما اكترش على نفسي برضو كونكشنز. تمام بس كده. طيب اوكي، ده كده الفولت جير ميكانيزم بالنسبة لنا. هنخش على السيميليشن. هنعمل اوتو ميش. هو ده الميداليه. ماشي. سيلكت اول، هختارهم كلهم. element size مثلا 3 مللي في 3 generate. مش كده ألطف؟ نفتح connections. أول connection عندي اللي هي ما بين ال valve وما بين ال follower. تمام، ما بين الستيم او العمود ده وما بين الروكر ارم، اخر واحد لو الروكر ارم، وما بينه وما بين الفولف. طيب ماشي اوكي، خلينا ما بين دوت ودوت. ستارت بروتكشن المفروض اصلا هنا ده يبقى سمول سلايدنج. ماشي، هو خلاها بروجرام كنترول وخدها سموث سلايدنج. بس انا مش عارف هو ليه يعني مش مدي اوبشن ان احنا نقدر نغير. هو على الاغلب عشان هنا يعني الاتصال على نقطة او على خط. الاتصال هنا على مساحة صغيرة جدا، وده اللي ممكن يكون عامل له مشكلة، ان هو مش شايف ان هو الاتصال هيبقى على خط. طيب ماشي، سمول سلايدنج اوكي. خلينا كده مع الاخر، في عندنا ده
واضح ان ده برضو التأثير على نقطة. بصوا يعني هي كورة وده هتلاقيه من تحت برضو كورة، وممكن ده وده يبقى التلامس ما بينهم على طول. ماشي اوكي، يعني هي الفكرة المشكلة كلها بالنسبة له ان مفيش هنا اسطح تلامس واضحة، هو التلامس ممكن يبقى على خط او على نقطة، عشان كده هو مش مدي هنا اعتبار ان يبقى فيه بقى ايه ان هما بوندد ولا فريكشنلس ولا فريكشنال ولا ممكن نو سيبريشن ولا ايه بالظبط ممكن يكون النوع الكونتاكت ما بينهم، مش موضح ان هو نتيجة ان هي مش مساحة، هي بالنسبة له خط او نقطة. طب بالتالي كذلك برضو الفولفا هتبقى نفس القصة. بس تالت اوكي، التلامس هنا بص التلامس بالظبط هتلاقيه على خط، فدي ممكن تسبب بالنسبة لي مشكلة. طيب احنا ممكن نشيل الفولف بالنسبة لي. انسب كريس ماشي، انا اشيل الفولف اوكي، ونحاول نشوف السيميوليشن كده هيمشي ازاي. تمام خلاص، الكونتاكتس دي كلها سمول ستايدنج مفيش مشكلة. انا هبدأ انا فهمت المشكلة في ايه، احنا داخلين فلويد فلو اصلا. انا عمال اقول في ايه في ايه في ايه، هذه كده الكونكشن مش هيبقى فيها النقطة دي، هيبقى فيها الأوبشن بشكل طبيعي. تمام ماشي جميل. طيب كده كل حاجة ظهرت بشكل طبيعي، وأنا كنت فاتح على برنامج الفلويد فلو سايزينج سيلكت تول اللي هنعمله 1 مللي. ماشي قلل السايز عن كده صعب أوي يعني، نص ملي تمام. يبقى مش تمام نبص على الكونكشنز بالنسبة للكونتاكت دوت هيبقى المفروض سيبريشن مسموح، فريكشن ليس، رف
اظن ان هي ممكن تبقى مسموح سبريشن مسموح ستايلينج. طيب خليها تبقى فقط نو سيبريشن. كذلك هنا دي برضه هتبقى نو سيبريشن. نو سيبريشن بس يبقى في سلايدنج بس كده كده ما ينفعش ان هما يسبريتوا، بحيث ان الفورس تتنقل من الفولف الكاميرا في الآخر. هن insert الفورس اللي عندنا، ممكن تبقى فورس بتأثر على السطح التحتاني ده للفولف، أو لو طبعا أنت عندك هنا هو الجايدنس أو اللي هو العمود اللي فيه السوستة أو الطبقين اللي قاعد عليهم السوستة، ممكن تمثل واحد منهم وهو ده اللي يبقى connected مع الفولف او ملامس للفالف وملصق ليه، وهو ده اللي بينقل الحركه بتاع السوسته او ضغط السوسته ليه الستيم او العمود بتاع الفالف. طيب ماشي، خلينا كده ده الفيس اللي بنأثر عندنا، هو مش باين ليه اهو. ماشي هنقول الفورس عندنا تبقى كام نيوتن. يعني 100 نيوتن. حلو. دايركشن العكس. طيب كويس أوي. في عندنا بقى بالنسبة دي كده الفورس اللي بتأثر عندنا، بالنسبة لي أسطح التلامس والتماسك أماكن الانفكسيشن، ممكن نقول إن إحنا عندنا زي ما قلنا السنتين الأخرى، او خليها دي بس على اساس مثلا السنه انجيجت في حته في الحته دي، فدي هتبقى فيكسد. انسرت فيكسد سبورت. تمام، يبقى دي فيكسد سبورت. حاجه تانية برضو عايزين ندي سماحيه للشوفت ان هو يلف، فبالتالي هيبقى فيه بيرينج. ممكن ناخد مثلا السطح ده وده نكريت عندهم بيرينج، ماشي. هتخش بقى كان لازم هنا ندخل نعمل كونتاكت هنا ما بين الجلب وما بين الشافت. طيب ماشي، نحاول ندخلها بال ريموت ديسبيسمنت. او في سلندريكال سبورت هنا، انسرت سلندريكال سبورت فور 3D سيميليشن تو بريفنت one or more cylindrical faces from moving or deforming in radial. تمام، axial or tangential direction. حلو كويس ماشي، هات cylindrical support ده. حلو لطيف، يبقى قريب جدا من انت لو عندك الجلب وعملت ما بين الكونتاكت بتاعهم ان هم يبقوا سلايدنج. طيب اوكي، يبقى كده احنا فاضل برضو عندنا ده برضو هيبقى سلندريكال سبورت، بحيث ان الروكر ارم ده بيلف حوالين عمود بيبقى موجود هنا اهوت، فده هنديله انسيرت برضو سلندريكال سبورت. طيب هنحاول نران على كده ونشوف سولف.
طيب حد عنده سؤال في اي حاجه مش واضحه حتى الان؟ عنده اي استفسار، اي سؤال في اي حاجه احنا عملناها حد ما يحل؟ الناس نامت ولا ايه؟ معاك يا دكتور، حضرتك سامعني؟ سامعك. دكتور ايوه انا سامعك. سامعني ولا ايه؟ في عكس الاتجاه حضرتك حاططها. هتسمع حضرتك. بسأل في اي حد عنده استفسارات ولا الدنيا تمام؟ بقول لحضرتك مش المفروض الفرصة تبقى عكس الاتجاه اللي حضرتك حاططها؟ بوست بعكس الاتجاه. لا، ما احنا دلوقتي في انهي فورس؟ الفورس دي بتقول ايه؟ ان انا بضغط ضد حاجه، ضد السيستم. يعني حركه الكاما دي في الاخر لما بتزق الرود ده وتحرك الروكر ار يبدا يدوس على الفولت ضد ايه؟ ايه الحاجة اللي هتعيق الحركة بتاعته؟ هي ضغط السوستة. انت بتضغط ضد السوستة. انا بقى باصص من وجهة نظر السوستة، السوستة بتعمل ايه؟ عايزة ترد الصمام تاني لفوق. فبتأثر على الميكانيزم بالشكل ده، فيبدأ يعمل رياكشن على النوز بتاعة الكاميرا. تمام يا دكتور، فهمت. فاهم القصد؟ هي بص، هي في الاول وفي الاخر يعني فعل ورد فعل متساوي في المقدار وعكس في الاتجاه، فانت على حسب تاخدها من انهي وجهه نظر. انا هنا عملت ايه؟ انا هنا ثبتت السنه وحطيت ضغط السوسته والمؤثر. ممكن تتعكس، تحط تثبت الفولف، خلي الفولف هو اللي ثابت والسنه نفسها هي اللي عليها الفورس، كانها هي التورك، عزم جاي من الكرانك، فورس في ريديوس، تانجنشال فورس في ريديوس من السنه، هي دي اللي هتلف في الترس فتلف في الكامه فتضغط على الفولور، بعد كده على الرود لحد ما يوصل لهناك، يبقى ده فيكسد ثابت. فالاتنين شغالين يعني، هو كده وصل لحل. تعال بقى نشوف السوليوشن بتاعنا. انزل في ايه؟ طبعا هنا بس عشان المش عايزين نخفي المش، معلش هنقول هنا display show elements. لا عايزين wire frame بس. اوكي تمام، جميل اوي. deformation، total deformation، طيب الاسترس. انا مش حاسس ان في حاجه وصلت خالص لل يعني 62 ميجا بسكال، ده رقم كبير يعني. طيب هو الكونتاكت هنا مظبوط، الكونتاكت هنا وصل على الروكر ارم ده وادى الوان كويس قوي. الفكره بقى ان هو ما نقلش الناحيه الثانيه، انا مش حاسه بصراحه نقل الناحيه الثانيه اي حاجه. هل ممكن يكون العيب في الكونكشن ذات نفسه؟ السلندريكال كونكشن ده انا مش مرتاح له برضه.
انا عايز اجرب اللي هو ال compression only support على اساس ان انت هيشيل الرياكشنز كلها ككمبريشن، لكن بيتهيالي التانجنشال مش هيترجمه. تعالى كده نجربه، هل هيسمح باللف ولا لا؟ المشكلة ان هو بياخد وقت طويل عشان مش اصلا صغيرة قوي، السايز بتاعه صغير، عددها كبير فبياخد وقت طويل. انتوا اصلا في التصميم مع باشمهندس امين ودكتور موسى، وصلتوا يعني في الفولت جير ميكانيزم اشتغلتوا عليه كاملا كله بالروكر ارم بالروت بكده، ولا كان كاما وفولف على طول اوفر هيد كام؟ الكاما من فوق على الفولف على راس الفولف، والتصميم بس مرتبط بالكاما نفسها. خدنا الاثنين يا باشمهندس، خدنا قصدي يا دكتور، خدنا الفالف وخدنا الكامات. الاثنين ماشي جميل لطيف. درستوا باكلينج على الرود ده ولا لا؟ انا مش فاكر. ماشي مش مشكلة. طيب بما ان يعني قاعدين احنا كده فاضيين نتسلى شوية، بس هي نقطة مهمة عايز اقولها لكم. عموما في برامج السيميليشن، وتعتبر من اخطر النقاط في التعامل مع اي موديل وتعريفه وتوصيفه بشكل مظبوط، هو الباوندري كونديشنز، هي الكونديشنز او حالة الحدود، او لو انت بتعرف مثلا سبورتس او بتعرف فورسز بتأثر. الموضوع ده كريتيكال قوي، كريتيكال قوي ان انت تعرف الكونكشنز، تعرف السبورتس، تعرف الفورسز، الحاجات دي الاساسيه بتاعتك دي. لو مهما اختلف الشكل او مهما كان معقد، طالما الحاجات دي معرفها مظبوط ما يقارب الواقع بشكل صحيح وسليم، السيميليشن بتاعك في الاخر هيديك اكيوريت ريزلتس او نتائج دقيقه مماثله للي بتحصل في الحقيقه. انما لو انت الباوندري كونديشنز او الحدود بتاعتك تعرفتها ك ك ك كفيكسيشنز او زي ما قلنا او كلودز او ك ك كونتاكت ما بين الاجزاء وبعضها، لو ده في اي مشاكل ده معناه ان ممكن الفورس زي ما انت شفت كده ما تتنقلش من الفولف للكامة، رغم ان الكامة هي اللي بتحركه، او هو وصل له اللود عن طريق الايه الكامات في الاصل. فدي نقطة مهمة، يعني الكونكشنز والسبورتس من الحاجات المهمة جدا واللي تعرفها كريتيكال، ممكن توديك في اتجاه تاني خالص. خدته النهارده مع دكتور احمد ايروداينامكس، دكتور. قال لكم دي اخر مره ولا هيدي مره كمان؟ قال لنا اخر مره. تمام جميل. بتاخدوا حاجه تانية في نفس اليوم؟ لا ما بناخدش ايرو بس سيكشن ومحاضره. اه طب سيكشن بيبقى اسبوع اسبوع صح؟ اه ما بيبقاش بالتبادل مع اي مادة تانية اسبوع اسبوع صح؟ لا بيبقى ما فيش حاجة تانية مكانه. طب جميل جدا. دكتور لو حضرتك تشرح لنا ايه في الايروديناميك. ايروداينامكس هو دكتور احمد يعني يعتبر غطى تقريبا اغلب المواضيع والحاجات،
اللي متعلقه بالايروداينامكس على العربيات عموما. هي الفكره كلها احنا بقى نشتغل سيميليشن شويه يعني، لو ممكن ناخد حاجات في الانسز لو انتوا حابين يبقى كويس. عايزين نكمل ايرو، ممكن نكمل بقى ان ديتيلز في اي تفاصيل تانية في الايرو بقى، تفاصيل بقى يعني مثلا بقى في العجل بتاع العربيات، في الحاجات بقى ايه الاجزاء صغيره في العربيه ازاي الناس بتدرسها وازاي الناس بتحاول ان هي توبتمايز فيها عشان تقلل الايروديناميك دراج بتاعها. ممكن حضرتك كنت قلت نتكلم لنا فيه اول حضرتك كنت قلت لنا اول السنه ان يا هناخد سي اف دي يا ننزل نعمل اختبار اللي هو الوايند تايم ويند التانل. تانل اه بالظبط. في الجامعة البريطانية، ده اوبشن برضو موجود يعني، بس انا مش عارف يعني، لسه برضو عايز اكلم دكتور اللي مسؤول عن الويند تانل اللي في الجامعة البريطانية، بحيث ان انا اشوف هل هيقدر يوفر لنا ايه او هيبقى متاح بالنسبة لنا ايه عشان نقدر نبص عليه يعني. مش عايزين نروح نلاقي مفيش حاجة شغالة، فاهم قصدي؟ يبقى في اصلا موديل شغال وحاجة شغالة نتفرج عليها وندرس الموضوع وممكن نخش نشرح عموما جزء اكسبيرمنتال يعني، ازاي بقى الناس بقت يعني مش فكره بقى ايروداينامكس كنظريه الايروداينامكس كنظريه الفلو وفلويد ودينستي وكثافه ولزوجه والكلام ده كله، لا نبدا نخش بقى في الجزء اللي هو الاكسبيرمنتال بقى، ازاي الناس بتختبر العربيه مش رود تيست في الويند تانلز، في الويند تانلز، وازاي بتعمل بروتوتايب، بتعمل سكيل موديل، وبتقيس البريشر ازاي، بتقيس الفورسز ازاي، بتقيس السرعات ازاي، وهكذا يعني. يعني هنقعد كده مع بعض ونشوف كده الناس رأيها ايه، واللي انتوا حابين تخشوا فيه ممكن نكمل عليه يعني. يبقى عندنا على الاغلب، على الاغلب 3 مواضيع يعني، او موضوعين، لا موضوعين، موضوعين كفاية. يا اما سيميوليشن انسز CFD، يا اما ان احنا نشتغل اكسبيرمنتال. انواع الويند تانلز كمان برضو ممكن نخش فيه، في محتويات كتيرة في الموضوع يعني. ربنا يسهل. هو في ايه، هو تنح او دي كده المشكلة، لو انا صغرت المش ما بيقبلهاش. ممكن نكبر الميدالية دي الأول ونعمل مش براحتنا. هي المشكلة في عدد المش برضه، ممكن يلزمك في الآخر مهما كبرت، أصل المشكلة كلها كانت هنا يعني. هو هنا هو شايف إن الكونتاكت ما بين اللي هو على خط هنا، هو ما بين الكاما وبين الفولور على خط ده، شايف إن إحنا لازم نصغر المش إيليمنت بحيث إن هي تبقى على قد الخط ده أو على قد المساحة الرفيعة أو الصغيرة أو الشريط دوت. وتقريبا يعني تطور المساحة على قد element واحد، لو انت كبرت عن كده هتلاقي فاهم مش قادر ال element الكبير ده يوظفه في الحتة الصغيرة دي. طالما طول كده قوي يبقى ممكن مش هيدي حل صحيح. يعني عموما كده كده بنجرب اللي هو موضوع compression only support ده، can't resolve may not continue. ايه بقى كده؟
مش بسهل. سو شغال يعني ماشي. شركة 40%. لا يبقى كده في مشكلة، كده يبقى في مشكلة. النتائج اللي فاتت طيب، بس عشان واضح كده ان هو هياخد وقت طويل، وطبعا كل اللي انا بعمله ده عشان نقطة معينة اللي هي موضوع السلندريكال سبورت، اللي هو المكان من المفترض الصح ان احنا نعمله بالشكل اللي احنا عارفينه وتعلمناه، اللي هو ان انت المفروض يبقى هنا مثلا لو في ده مسموح ان هو يدور حوالين اكس معين، فالمفروض ان انا برسم الاكس وبيبقى موجود الاكس دوت، بثبت الاكس يبقى فيكسد، بينما الكونتاكت ما بينه وما بين الاكس اخليه سلايدنج نو سيبريشن. في الحاله دي انا بسمح ان هو يلف حواليه زي ما خدنا في الكرانك شوفت لما جينا نعمله سيميليشن، نفس الفكره برضو تحت. كان المفترض الشافت دوت عشان اسمح ان هو يلف مع الترس ومع الكمات، يبقى لازم كنت انا يبقى في هنا جلبه وهنا جلبه، اثبت الجلبتين واخلي العمود اللي انا شايفه قدامي ده الكونتاكت ما بينه وما بين الجلده جلبه، يبقى سلايدنج يسمح برضو بالدوران حواليه، فده كان هيبقى افضل بكتير. انا رايي بدل ما احنا ما نستنى كل ده، لان انا واثق طالما هو طول قوي بالشكل ده يبقى على الاغلب هو مش عارف يحل الموديل، يعني تيجي انت فيه مشكله والمشكله دي برضو في الباوندري كونديشن. طيب خلينا نحاول لو ندخل كده سريعا كده، مش هنتاخر ان شاء الله، بس ندخل الجلب ونعمل الكونتاكت بتاعها، يمكن وارد يبقى دي فعلا المشكله ويحل صح. ماشي، هبدا كده نقفله. وبدأنا بالظبط لحد 11، يعني 10 دقايق.
الشم ويلي حنك حاجة تانية. أنا ما أعتقد البيرينج ده تلاقيه في الجسم نفسه، هو مش واضح أوي نوع بالنسبة لي. لا مش في الجسم. ماشي. مش رسم له جلب ولا ايه؟ ايوه بس دي برضو عريضة. برضو دي عريضة. ايوه اهي دي هي جلبة. ايوه تمام. الجلد التانية دي الجلد اللي المفروض تحت، وهنا هو العمود بقى بتاع الراجل ده بقى فين؟ تعمل بداية فوق كده. طبعا انت المفروض يعني هتبقى راسم الكلام ده، مش جايبه من انجين جاهز، على حسب طبعا كل واحد والموتور اللي هو قاسه في الورشة. ايوه ماشي احنا كده اوجدنا الحاجات. ايه حصل الجلب؟ استاذنكم بس معلش دقيقة واحدة.
يا شباب نكمل كده بسرعة. احنا قلنا ايه؟ احنا كنا ماشي خلاص بقى، بلاش بس السلندريكال ده، وطبعا في المش البادي سايزنج سيلكت اول عشان ندخل الحاجات اللطيفة اللي كانت مش موجودة دي عندنا. نقول له جينيريك مش لطيف، ماشي هيبقى عندنا في كونكشنز تخلص يا عم فيه لطيف ماشي، وانا مش دخلتهم في سايزنج. طيب مع المهم نوبل هن انسيرت هنا وات فيكسد سبورت يمين بقى للأخ ده وللأخ ده، حب المرة اللي فوق تمام. كونكشنز صار عندنا الكونكشن اللي هو الاولاني ما بين الجلبه دي والجلبه دي، ده هنخليه عندنا نخليها ايه تقريبا فريكشنلس. انا ما اعتقد كانت كلها فريكشنلس. نقول الصوت في عادة استفهام في الجيومتري دي ودي ودي مالهم؟ material assignment ماشي يا عم structure steel assign structure steel solve
وفي حد داعي على الموديل ده؟ ده يا دكتور؟ في حد داعي على الموديل ده؟ لا. والمعد ده ما كانش مناسب لحد ولا حاجة؟ لا ما اه والله يا دكتور، والله يا زنان. فأنا بقول أنت اللي عمال تدعي. تمام، بقول طيب، يعني هو كده كده عموما لو عايز يمشي يمشي، هو أصلا ما كانش فيه غياب يعني، بس هو مثلا اللي عايز يمشي يمشي، ما هو كده كده احنا هنحاول نستنى لحد الآخر كده، جاب آخره جاب ما جابش. فلو في الآخر انتوا هتشتغلوا على موديلز انتوا هتبقوا رسمينها يعني عموما، مش الموديل ده. وده انا في ظني لو في حاجة في مشكلة هتلاقيها هي المشكلة بتاعت الكونتاكت ما بين الكاما وما بين الفولور، يعني دي ممكن المفروض ان هي تبقى مساحة، ما ينفعش ان هي تبقى خط، ما ينفعش ان هي تبقى خط. فممكن يبقى وانا اريها خط يبقى اريها مساحة، انا مش راسم الكلام ده انا جايبه من بره. طبعا اللي راسم الكلام ده ما يبقاش حاطط في اعتباراته فكرة بقى الديزاين، وياخد في اعتباره ان المساحات تبقى او الكونتاكت تبقى عبارة عن مساحة والكلام ده كله، فالموديل مش هيبقى جاهز يعني جاهز للسيميليشن. انت لو تيجي ترسمه وتاخده في اعتباركم الكلام ده، يعني ما يبقاش التلامس ولا على خط ولا على نقطة، لان اي فورس على نقطة البريشر بتاعها بيبقى ايه؟ انفينيتي، او على خط برضو. طالما الاريا بزيرو خلاص، فانت فورس على اريا بزيرو، يبقى كده انت البريشر انفينيتي، والستريس هو بريشر اصلا نيوتن على مليمتر سكوير، فورس على مساحه، فانت ما ينفعش يبقى الستريس عندك انفينيتي في الحاله دي. اسمه ايه ده؟ اقصى ما يمكن، الستريس اقصى ما يمكن، يبقى يحصل كسر، فده ما ينفعش. اوكي، فلازم يبقى التلامس يا اما يبقى على مساحه ولو حتى صغيره، بس تبقى مفهوم ان هي مساحه، ما تبقاش نقطه او خط. فدي ملحوظه مهمه تاخدوا بالكم منها لما تيجوا ترسموا هنا. ده انا مش عارف بالظبط ده على ايه بالظبط، مش واضح يعني، بس انا اظن ان هي على خط اظن. طب انا اخر لبن عامله على نفس الموديل ده اللي هو بتاع السيتي هو كده، اغيره؟ انت عامل الشغل بتاعك عليه، اه مفيش اخر مشكله لو تقدر. اخر اساين. بص، ممكن تعمل ايه؟ تاخد السطح ده، لا انا قصدي اخر اساين اللي هو كان بتاع السلندر هيد. ماشي ماشي، مفيش مشكله. انا اقصد حتى لو انت اعتمدت عليه، حاول تعدل المشكله دي. انت ممكن تعمل اكسترود للسطح ده، بحيث ان هو يدي سمك اكبر من كده، فيبدا يلمس في مساحه مع الكام. يعني في تلامس مع الكامه في مساحه كام، واضح؟ طبعا انا رجع ل 20 في ال 40% تاني، واضح. نفس المشكله القديمه، هي انا في ظني هي المشكله هنا، الله اعلم واعلم. طب عشان ما اطولش على الناس كتير، الساعه بعد 11 و7 دقايق اهوت، مش اللي عايز ينام وعنده بكره كليه، واحنا كده خلاص مفيش مشكله. الموديل ده بس خده في اعتباركم زي ما قلت لكم، النقطتين دولت ما يبقاش على نقطه ولا مساحه تلامس، وحاول كل واحد يعمل الموديل بتاعه هو، او يعدل في الموديل ده لو هو عايز يشتغل عليه. خلاص تمام تمام كده، اللي عايز يمشي يمشي، انا كده كده هستنى لحد ما اجيب اخره يعني. طلع النتائج، طلع ما طلعش، خلاص احنا على ما اتفقنا. نزلت لكم لاب 6، اساينمنت في اللاب 6، في لاب شيت 5 و4، ده 4 ابريل وده 11 ابريل. المفروض انتوا عملتوه ده، صح؟ لا غيرنا ديدلاين، حضرتك كاتب كومنت اهو. خلينا 18، ماشي، وده هيبقى 19، ها؟ ده الأسبوع الجاي، ايوه قبل خلاص العيد كده؟ بيوم.
او قبل عيد ميلاد. ينفعش نخليه بعد العيد؟ لا لا مش عايزين بقى دلع بقى، انتوا دلعتوا كتير، دلعتوا كتير في مويستو كده، كفايه قوي كده، كفايه قوي كده. بعد كل التسليمات بعد العيد يا دكتور. ايه كل التسليمات بعد العيد؟ ماشي يا عم، الناس كلها مدلعاك وكفايه بقى كده، بقى كفايه دلع كده عشان برضو ما نزلناش بعد العيد فعلا يا دكتور. ايه ايوه بالظبط كده، هو ده قلب عليه، عارف قلب عليه. وبعدين يا عم هو العيد اجازه طويله عريضه يعني اسبوع كامل، هنذاكر فيها يعني ولا ايه؟ لا مش قصدي يعني، يعني هي خلاص مش فارقه يعني، هي يوم الوقفه ولا يوم يوم اللي قبل العيد ده يعني، اللي خلاص يعني تبقى عايز تلحق تعمل حاجه، عندك اسبوع كامل يعني برطع فيه. ماشي يا دكتور. ماشي. هو حضرتك هتخش المحاضرة الجاية في الـ Dynamics؟ لا بعد إذنك، إذا أنت معاليك يعني. لا يا دكتور براحتك، بس بسأل أكون في نفس الميعاد يعني الساعة 8 الصبح برضو؟ إيه حضرتك يعني بتصحاش بدري ولا إيه؟ ده كنا متعشمين حضرتك تأخرها شوية يعني، بس 8 الصبح دي بتبقى صعبة والله، بالذات يعني مش فارقة رمضان أوي، بس هي بتبقى صعبة في ناس بتيجي من بعيد يعني، أنا واحد منهم. خلينا بس أول مرة دي نتقابل فيها، خليها زي ما احنا يعني بناخد على طول، أو زي ما كنت مع دكتور أحمد الساعة 8 لحد ما نشوف بس الدنيا هنعمل ايه، هنمشي الدنيا ازاي، هناخد أنسز ولا هنروح الجامعة البريطانية ولا هنعمل ايه بالظبط. فخليها 8 على ميعادنا كده زي ما احنا متعودين، اللي هو الأسبوع الجاي إن شاء الله، واحنا بقى هناك نبقى نتفق نشوف انتوا محتاجين ايه وعايزين ايه، تدلعوا ازاي وندلعوا. تمام يا دكتور. تمام. مش حلو، مين يرجع 40% تاني؟ ايه؟ بقول بيرجع 40% تاني. بيرجع تاني 40%. انا حاسس يعني هو جميل. ماشي طب الناس مشيت والناس موجودة؟ اه طبعا كله هرب. لا دكتور محضر، أنا مش عايز أتقل عليكم أوي يعني، بس هو هنا كان في كده كام كيرف يظهروا، أتمنى لو يعني الناس تبقى فايقة نقدر نشرحهم يعني، بس خليها المرة الجاية بفكرهم. ماشي يا دكتور طارق. بص احنا لازم الخط الموف ده ينزل تحت الخط الأزرق ده عشان يكون فيرج أو يوصل لحل.
المشكلة برضو إن مش كتير. عاملة زخم. بص هو هيطول جامد، فخلينا كده من ستوب. هجرب بس حاجة سريعة كده ان انا سايزينج خلي 2 مللي، حاجة اسرع شوية زي ما تيجي تيجي بقى. برضو عندي مشكلة. نفس المشكلة بتاعت الكامل، مش انترسكشن، مش قريب قوي من بعض عشان يقدر يعمل اتصال ما بينهم. طيب خلاص ما علينا ما علينا، خلاص كفاية كده زي الفل، وإن شاء الله بإذن الله المشكلة دي ما تظهرش معاكم إن شاء الله. وأنا المرة الجاية برضو هحاول كده أظبط كده حاجة بحيث إن أنا أوريكم الكيرفات دهيت، إن هي مهمة جدا في الحل. البيلدينج ماثيماتيكال موديل والإتريشنز والكونفرجنس بتاع الفورس والكلام ده كله، ده بيبقى مهم أوي إن أنتوا تعرفوه. فإن شاء الله نبقى نتناول الحتة دي المرة الجاية. أوكي، عشان ما أخدكمش أكتر من كده. ماشي، فإن شاء الله على اللقاء بقى الأسبوع الجاي، ربنا ييسر يوم الأربعاء برضه في ميعادنا، مش إحنا المفروض التلات صح؟ التلاتة تلات، طيب ماشي خليه عادي ضرب، ماشي؟ يعني نثبت بقى الأربعاء ولا موضوع مش من الصفات، ما ده كان حاجة هو غالبا هيبقى فيه لاب، قصدي هيبقى فيه باشمهندس فاطمة كل اسبوع. كل أسبوع مش من الصفات، خلاص يبقى إحنا خلينا بقى إيه التلات على ميعادنا. الاربعة بقى آسف الأربعة على ميعادنا 10. ماشي ماشي أوكي ماشي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.